أعزائي متابعينا في طقس العرب، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم آخر مستجدات الحالة الجوية. ساعات فقط تفصلنا عن بدء تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة، واللذان سيؤثران المملكة هذه الليلة وخلال يوم غد الأربعاء، لتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة شتوية طالما افتقدناها خلال الفترة الماضية، في حين سادت خلال المملكة خلال الفترة الماضية أجواء أكثر دفئا من المعتاد، بحيث وصلت العظمى في عمان إلى 23 درجة مئوية. نستعرض معكم الآن آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة لدينا خصيصا هنا في طقس العرب. هذه صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى بدء تشكل المنخفض الجوي في حوض جزيرة قبرص، مرفق بجبهة هوائية باردة رئيسية ستصل المملكة نهار غدا الأربعاء، في حين أن المملكة حاليا تحت تأثير حزام من السحب المتوسطة والعالية غير الممطرة، وستبدأ المملكة مع ساعات هذه الليلة بتشكل لسحب ركامية فوق شمال وسط المملكة، والمرتفعات الجبلية الجنوبية ستعمل على بدء هطول زخات متفرقة من المطر في هذه المناطق قبيل عبور الجبهة الهوائية الباردة الرئيسية، مع ساعات نهار غد الأربعاء لتتحول الأجواء إلى باردة وماطرة وغائمة في عموم المناطق. نستعرض معكم الآن النظام الجوي الذي سمح بمشيئة الله لنشوء هذا المنخفض الجوي. اندفعت رياح وكتلة هوائية شديدة البرودة عبر شرق القارة الأوروبية نحو تركيا وشرق المتوسط، وتشكل منخفض جوي في حوض جزيرة قبرص. هذا المنخفض الجوي سيتحرك نهار يوم الأربعاء ليتمركز إلى الشمال من سوريا، وبالتالي ذروة الفعالية الجوية على المملكة، في حين سيتحرك شرقا نحو شمال العراق يوم الخميس، معلن نهاية هذه الفعالية الجوية بعد مشيئة الله. نستعرض معكم الآن آخر تحديثات كميات أمطار المتعلقة بهذا المنخفض. هنالك تشكل لهذه السحب الممطرة كما تحدثنا قبل قليل في حوض جزيرة قبرص، مرافقة لهذه الجبهة الهوائية الباردة، في حين ستبدأ السحب بالتشكل في المملكة هذه الليلة، مسببة لتساقط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط وجنوب المملكة في الجبال، في حين الجبهة الهوائية الباردة ستؤثر على المملكة وسائر بلاد الشام تدريجيا مع ساعات يوم الأربعاء، بحيث تسود أجواء باردة وغائمة وماطرة. هذه الأمطار ستكون رعدية غزيرة بمشيئة الله في بعض المناطق، في حين أن الفعالية الجوية ستتراجع بشكل كبير نهار الخميس بسبب تحرك هذا المنخفض الجوي شرقا نحو شمال العراق، وبالتالي ضعف عام بالفعالية الجوية ونهاية للفعالية الجوية تدريجيا خلال نهار الخميس، لكن مع بقاء الأجواء باردة بشكل عام. الآن نستعرض معكم من جديد آخر توقعات الكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على المملكة خلال هذه الفترة. هناك الكتلة الهوائية الباردة ستندفع من شرق القارة الأوروبية مباشرة نحو الحوض الشرقي من المتوسط، وغدا ومساء غد الأربعاء سيزداد تأثر المملكة بهذه الكتلة الباردة. هذه الكتلة الباردة ستعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، بشكل يفوق 10 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية. كما هو ملاحظ من خلال هذه الصورة، الكتلة الهوائية الدافئة التي أثرت على المملكة تتحرك شرقا نتيجة تقدم هذا المنخفض الجوي من قبرص إلى شمال سوريا خلال الأيام القادمة، وبالتالي عودة للأجواء الباردة لتسيطر على المملكة وسائر المنطقة. من خلال هذه الصورة نلاحظ معكم عامل آخر مهم خلال تأثير هذا المنخفض، وهو نشاط الرياح السطحية، حيث ستهب رياح غربية نشطة إلى قوية السرعة. هذه الرياح ستعمل بمشيئة الله على نشوء متوقع للغبار والعواصف الرملية في صحراء جنوب وشرق المملكة، وتتحرك لاحقا نحو بادية الشام، معلنة لنشوء عواصف رملية قوية في تلك المناطق. نستعرض معكم الآن توقعات الحالة الجوية ليوم غد الأربعاء. أجواء ماطرة متوقعة في مدينة إربد والعظمى تقريبا 12 درجة مئوية، في عجلون العظمى 10 درجات وأجواء باردة، وأقل من ذلك حتى في الجبال، في حين أن العاصمة عمان ستبلغ العظمى نهار غد في العاصمة عمان تقريبا 10 درجات مئوية، أجواء ماطرة في عموم المناطق، العظمى متوقعة في مدينة مادبة تقريبا 12 درجة مئوية، أجواء أكثر برودة عفوا من الأيام الماضية في منطقة البحر الميت مع عظمى متوقعة فقط 20 درجة مئوية. ننتقل إلى المناطق الجنوبية، أجواء كذلك الحال باردة ماطرة في الكرك 10 درجات مئوية، في حين أن العظمى متوقعة في جبال المزار الجنوبي أقل من ذلك، كذلك الحال في مرتفعات الطفيلة ومرتفعات
ألوية غرب محافظة معان. ننتقل إلى المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية ستعاني من تشكل العواصف الرملية بفعل نشاط الرياح الكبير في تلك المناطق، لكن مع ساعات العصر والمساء هنالك توقعات لهطول زخات محلية من المطر في هذه المناطق، لا سيما في منطقة الأزرق. نستعرض معكم الآن آخر التفصيلات المتعلقة بهذا المنخفض خلال الأيام القادمة. كما هو مبين على هذه الشاشة، درجة الحرارة العظمى متوقعة في عمان غدا الأربعاء 10 درجات مئوية، بفعالية جوية واضحة للبرودة والأمطار في عموم المناطق. كمية الأمطار متوقعة ما بين 30 إلى 40 ملمتر في عموم المحطات الزراعية في شمال ووسط المملكة، وأقل من ذلك في المرتفعات الجنوبية. هنالك توقع لهطول زخات خفيفة من الثلج مع ساعات مساء وليلة الأربعاء على الخميس على قمم المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة، مثل منطقة رأس منيف، منطقة سوف، عبين وعبلين. كذلك الحال بعض هذه الزخات ستهطل في قمم المزار الجنوبي، كذلك الحال مرتفعات الرشادية وغرب محافظة معان مع ساعات فجر الخميس المتأخرة. نهاية للفعالية الجوية بعد مشيئة الله متوقع مع ساعات صباح الخميس، لكن أجواء باردة بشكل عام. كذلك الحال كما هو ملاحظ هبوب لرياح نشطة مستمر يوم الخميس، وبالتالي زيادة الإحساس بالبرودة. تدريجيا مع ساعات مساء الخميس تتراجع هذه الرياح وتتناقص السحب بشكل عام، مفسحة المجال أمام تشكل واسع للصقيع في مناطق عديدة من المملكة بسبب اقتراب الصغرى في المملكة من حاجز الصفر المئوي في عموم المدن الأردنية، في حين تكون أقل من ذلك في جبال الشراء والبادية والسهول الشرقية. تدريجيا مع نهار يوم الجمعة هنالك ارتفاع طفيف وتدريجي على الحارة، لكن مع استمرار توقعات بالصقيع بالاتجاه نحو ليلة الجمعة على السبت. نستعرض معكم الآن من خلال هذا المنخفض أهم التوصيات المتعلقة بالفعالية الجوية. هناك توصيات متعلقة بكثافة الهطول المطري مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق ومحاور الطرق الرئيسية في شمال وسط المملكة. كذلك الحال شدة الرياح، هذه شدة الرياح ستبلغ سرعة الرياح ما بين 80 إلى 90 كيلومتر بالساعة كهبات. هذه السرعة من شأنها أن تؤدي إلى نشوء العواصف الرملية في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية، وبالتالي تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية. أما الجبال ستتعاني من تشكل الضباب والغيوم الملامسة من سطح الأرض، وبالتالي ننصح الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لا سيما مع ساعات ليلة الأربعاء على الخميس بسبب توقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. وبالنهاية منخفض خير وأجواء خيرة نتمناها لكم. كان معكم الدكتور أيمن صالح من كادر طقس العرب، دمتم برعاية الله.